أنتم الآن في نشرة الموجز. وضع تصنيف مؤسسة The World Justice Project للأبحاث الخاص بمؤشر سيادة القانون المغرب في المرتبة 94 عالميا من أصل 140 دولة لسنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بأربعة مراكز مقارنة مع العام الماضي. وعلى الصعيد الإقليمي احتل المغرب المرتبة 5 من أصل 8 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة، تليها الأردن وتونس، فيما حصلت لبنان وإيران على أدنى الدرجات في المنطقة عالميا. وأكد تقرير ذاته على أن سيادة القانون تراجعت في العالم للسنة الخامسة على التوالي، مشيرا إلى أن الالتزام بسيادة القانون انخفض بنسبة 61% من البلدان التي شملها التقرير بما في ذلك المغرب. وعلى الصعيد العالمي احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا، متبوعة على التوالي بالنرويج، فنلندا، السويد، ألمانيا، هولندا، نيوزيلندا، لوكسمبورغ، أستراليا، إيرلندا، فيما تذيلت التصنيف العالمي الكونغو الديمقراطية، كمبوديا وفنزويلا. ويستند تصنيف البلدان العالمية إلى ثمانية عوامل أساسية هي صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية والجنائية. في سياق الاحتجاجات التي تشهدها مختلف محاكم المملكة، اليوم الثلاثاء قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء فاتح نوفمبر الجاري وطيلة أيام الأسبوع بمختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل، وذلك احتجاجا ضد مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يتضمن تدابير ضريبية جديدة على المحامين. وسجلت الهيئة ذاتها أن خلاصات الاجتماع المنعقد بالبرلمان بين الوزارة الوصية ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا ترقى إلى مستوى ضمان الولوج المستنير للعدالة وحق المواطن في حماية حقوقه دون عراقيل مادية. كما ثمنت ذات الهيئة جميع الخطوات النضالية التي دعت لها جميع المؤسسات المهنية عبر تراب المملكة. قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض إجراءات جديدة تهدف تقييد نقل مختلف الأشياء والبضائع وغيرها من الهدايا للمسافرين والمغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب. واعتمدت إدارة الجمارك إجراءات تقييدية جديدة على دخول المطارات والخروج منها، فمن الآن فصاعدا سيكون من الضروري دفع الرسوم والضرائب لأي هدية تزيد قيمتها عن 2000 درهم. ومع هذه الإجراءات الجديدة أصبح من حق المسافر حمل عطر واحد بسعة 150 مللتر و 250 مللتر معطر الجو وعلبة سجائر واحدة فقط، وتبرير نقله للأدوية المنقولة ذات الاستعمال الشخصي بوصفة طبية أو بشهادة. أما بخصوص استيراد الدرهم فقد أصبح مسموحا بمبلغ لا يتعدى 2000 درهم، وفي حال ما تم تجاوز الحد المسموح به فإن الشخص سيكون معرضا للاتهام بجريمة الصرف. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة النفط الكبرى إلى إعادة استثمار أرباحها في خفض أسعار الطاقة، موضحا أنه إذا لم تفعل ذلك فإنه سيطلب من الكونغرس فرض ضرائب على أرباحها الزائدة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن مارس مجددا ضغطا على شركة النفط والغاز الكبرى لاستثمار أرباحها القياسية في خفض أسعار الطاقة للأسر الأمريكية وزيادة إنتاجها. وتابع المسؤول ذاته إذا لم تفعل ذلك سيطلب بايدن من الكونغرس التفكير في فرض ضرائب عليها وإخضاعها لقيود أخرى. لمزيد من الأخبار زوروا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.